أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في النشرة الرياضية لبوابة أخبار اليوم، واللي من خلالها هنقوم بجولة رياضية داخل الملاعب والأندية والاتحادات الرياضية المختلفة لرصد أهم وآخر الأخبار الرياضية. تابعونا في نشرة أخبار اليوم الرياضية. عبد الحفيظ، عقوبة مالية على كابتن والأهلي بسبب الطرد أمام الحرس. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن مباراة حرس الحدود التي انتهت بفوز الفريق برباعية اتسمت بالحذر الشديد، مؤكدا أن الفوز نتيجة طبيعية بسبب سيطرة الأهلي على مجريات اللقاء، ومشيرا إلى أن ثقة اللاعبين وراء الحفاظ على النتيجة بعد طرد حسام غالي. وأوضح عبد الحفيظ أن عقوبة حسام غالي بسبب الطرد ستكون وفقا للائحة، مشددا على أن الدوري في مراحله الأخيرة ومشاركة كل اللاعبين واردة، كما أضاف أن الفريق الذي ينافس لابد أن يكون لديه دكة بدلاء قوية. وأضاف مدير الكرة أن الفريق البطل لا يوجد عنده أساسي أو احتياطي، لابد أن يكون الجميع جاهز للمباريات، وأشار إلى أن رمضان صبحي موهبة ولابد من المحافظة عليها وعدم استهلاكها بمباريات منتخبات مصر والأولمبي والناشئين في وقت واحد، مؤكدا أنه ضغط شديد على اللاعب ويجب التنسيق بين هذه المنتخبات وبعضها. وأشار إلى أن رمضان صبحي موهبة ولابد من المحافظة عليها وعدم استهلاكها بمباريات منتخبات مصر والأولمبي والناشئين في وقت واحد، مؤكدا أنه ضغط شديد على اللاعب ويجب التنسيق بين هذه المنتخبات وبعضها لكي يستطيع اللاعب التفاعل بشكل أفضل مع المنتخبات وإدارة ناديه. وعن عودة تريزيجيه للأهلي، أكد عبد الحفيظ أن الأمر سيحسم بشكل نهائي يوم 15 مايو الجاري، وكذلك بلف الصفقات سيتم حسمه في جلسة خاصة مع عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة والمدير الفني للفريق مارتن يول. الزمالك يقبل استقالة محمد صلاح من الجهاز المعاون. وافق مجلس إدارة النادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على الاستقالة التي تقدم بها محمد صلاح المدرب العام لفريق الكرة بنادي الزمالك. وكان محمد صلاح قد تقدم باستقالة شفهية إلى الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة بالنادي، وأخطر يوسف مجلس الإدارة وتمت الموافقة على الاستقالة. الزمالك يحتج رسميا للاتحاد الإفريقي لليد بسبب خطأ فني في السوبر. أكد أيمن صلاح المدير الفني لفريق كرة اليد الأول بالنادي أن الزمالك قدم اعتراضا رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة اليد، وذلك بسبب خطأ فني حدث خلال مباراة الزمالك والترجي التونسي بسوبر أفريقيا والذي أقيم في مدينة العيون المغربية، يستوجب إعادة المباراة طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد، حيث قام حكم اللقاء بطرد اللاعب محمد ممدوح هاشم نهائيا وليس لمدة دقيقتين. وكذلك قبل بداية الوقت الإضافي الثاني للقاء قام الحكمين بطرد اللاعب عمر ياسين نهائيا من المباراة على الرغم من عدم إعطائه أي طرد لدقيقتين طوال الوقت الإضافي وخلال المباراة نفسها، مما يعد خطأ فنيا يستوجب إعادة اللقاء كاملا. هذا وانتظر الزمالك نتيجة الاعتراض من قبل الاتحاد الأفريقي بعد تقديمه الدلائل على الخطأ الفني. وكان الزمالك قد خسر 32-33 أمام الترجي في السوبر بسبب الأخطاء التحكيمية ضد لاعبي القلعة البيضاء. نسور الأهلي تخترق الحدود برباعية وتحلق في سماء الدوري. واصل نسور الأهلي التحليق في سماء الدوري ونجحوا في عبور حرس الحدود برباعية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع 26 للدوري العام لكرة القدم، وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة متربعا على القمة، وتجمد رصيد الحدود عند 9 نقاط، وبذلك يكون قد اقترب بقوة من الهبوط ويحتاج لمعجزة من أجل البقاء. افتتح الرباعية رامي ربيعة بهدف بالدقيقة 38، وأضاف مؤمن زكريا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 53 و57 من المباراة، ليختتم أحمد سعد حارس مرمى الحدود الرباعية عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 80. جاءت المباراة قوية حماسية في بعض أوقاتها، وسيطر الأهلي عليها أداء ونتيجة، وظهر لاعب الحرس في فترات متباعدة من خلال الهجوم المرتد، كما سيطر اليأس على غالبية لاعب الحدود. وفي الدقيقة 80 من ضربة ركنية حاول أحمد سعد حارس الحدود الكرة بالخطأ في مرماه ليضيف الهدف الرابع من نيران صديقة، وشهدت الدقائق الأخيرة مشاركة عماد متعب في جزء منها. الريال يهزم سيتي ويتأهل لمواجهة أتلتيكو في نهائي الأبطال. تأهل
تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال، وذلك عقب فوزه على مانشستر سيتي بهدف وحيد، وذلك في المباراة التي أقيمت ضمن مباراة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. سجل الهدف الوحيد للريال الويلزي جيرست بيل في الدقيقة 20 بتسديدة أكثر من رائعة سكنت أقصى يمين الحارس جوهارت بعدما استلم تمريرة من كارفغال. وفي الدقيقة 36 سجل بيبي هدف ريال مدريد الثاني، ولكن الحكم ألغاه بسبب تواجد الدولي. بهذه النتيجة يتأهل ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال في مدينة ميلانو الإيطالية، وسيقابل أتلتيكو مدريد في النهائي. أنني يشكر الجماهير على تويتر لاختياره أفضل لاعب. نشر محمد النني لاعب وسط المنتخب الوطني وأرسنال الإنجليزي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: بفضل الله ودعم الجميع حصلت على جائزة أفضل لاعب للمرة الثانية على التوالي. وكان محمد النني قد حصد 40.2% من أصوات الجماهير التي شاركت في الاستفتاء الذي طرحه النادي لاختيار اللاعب الأفضل بين صفوف الفريق عن شهر إبريل، حيث تفوق محمد النني على المهاجم التشيلي سانشيز والنيجيري أليكس أيوبي. كانت هذه نهاية النشرة، سعدت بلقاكم وإلى اللقاء في نشرة رياضية جديدة ببوابة أخبار اليوم. كان معكم نور إبراهيم، بوابة أخبار اليوم.